أم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما تدخل يستغل كيفية الغسل لاغتسال وضم قرن الاغتسال من الجنابة سواء رجاز ولا تمغرت. الصفة الكاملة اللي في العمل بزاف هو أي توضى الإنسان الوضوء مزين، أي توضى الإنسان الوضوء مزين أرت تيكمل يضرني غاسني خارج قرون ماشي مشكل. من بعد ما يكمل الوضوء مزين إلى أي تحيض دار نسغ خصطيلة أرسسي ترتب أغيونس أرسسي تخلل الشعار نوغيونس دل حياة غدر سلة أرس كلي سرطب الإنسان الشعار نوغيونس غيضنا بأن أمن وصول الشعار لقتني الماء إرياسي يتلحفنا نو أمن يصير سستس غزفاسيت نوغيونس لحفنات السنات تظن نوغيونس لحفنات السكرات تسقط ظلمات نوغيونس ياوي ديال الماء الانسان تسقط فسيت يصير تكل شو يبدو ضعف لا وغيوا مقرض يزور دار الصدرنس سيداري يفدنس سلفاخي دينس داري يفدنس يهود يدار دي سير أدار يخليل تفدنين نضارن ستلدطن مزين يصير تغردين كذلك الإنسان يدلي جيس العالم أن يسيط بضمنص يسير دوتيت يخلي القريض ضمنص يسير أفل القدام ولا في غردين يعود يوريس قطة ظلمات يسير من أفل أرد يسير دي دارنا كل شيء صافي الله ضم سي كمل إن أريس في اليد البعض من دنا كتيناتي الإنسان غير تغتسل من الجنب أوري يسيريد سو سيمي سوا جنس نفوس غليت طوين غدات نسجون دو تايت زون كذا سلاخي الناخ السؤال إن هاتي أرتنين وأن يمسح دو تايت نس هن لودون سيبطل لا غير صحيح لا غير صحيح طريقة هو إن شاء الله غم كده يفولكين أين هو الإنسان بدا إنما العمل بني يتينه بأنه يغتسل يرفع الحدث المقر إن بسم الله تودس الطريقة ماني غير الحالة توريسك الإنسان هو يجتهد أو ريقر الفرجنس الشهوة لأن قسي الحادثي الحادثي من ما استذكره فليتوضع الحادث الثاني إنما هو بضعة منك فالإنسان مثلا يغتسل من الجنابة سواء رجاز ولا تمرات بحال بحال يغير الفرجنس بشهوة هل لو دونسين قضى يغير أي السلكيلو تنس ولا يمسح الفوطة ولا يسر والسمانة قد أي الدوفوس نسي مس الفرجنس اللو دون سيصحاش كورا سيقر بشهوة إذا الطريقة إن شاء الله سلا يغتسل وعيد يقدر الإنسان يقصي معنا الحمام درس لساخ درس العارق درس كذا الزوار يصير ديال اللي ينقي أغيون يصير شامبان أغيون يصير ديال نس الصابون كل يحكو يسقر الملضو ينوين بسم الله يبدو يريتو الضلو مزين من بعد يغيطو الدلو دوم الزين يخلي الشعر نوغيونس كولا تكشن ومال يسير تسقط أفاسيت اختغور دين لقدام يخارى داران أفاسي يحكو قرد في دينا نوضاب نوضارنس ستالداتنس يوي تسقط الظلمات تختغور لقدام تغور دين يوي ترد يسير دار الظلمات غيزر كله يخلي في دينا نوضار ستالدات بهذا تنتهي عملية الوضوء والله أعلم ولو عملية الغسل والله أعلم.